ذات يوم كانت هناك أرملة فقيرة تعيش مع ابنها. لم يكن ابنها يعمل بسبب كسله الشديد، وكان ذلك السبب أنهم لم يمتلكوا أي أموال. أمي، هل يوجد شيء يصلح للأكل؟ أنا جائع. مع مرور الأيام كانوا يزدادوا فقراً، حتى وصلوا لدرجة بيع بقرتهم بيضاء اللبن لأنهم أصبحوا لا يستطيعون إطعامها. طلبت الأم من جاك أن يذهب بالبقرة إلى السوق ويقوم ببيعها بأفضل سعر ممكن، فلربما يستطيعون شراء بعض الطعام لهم. في طريقه للسوق مر جاك برجل مسن وشكله مريب. نظر الرجل إلى البقرة ثم التفت إلى جاك وقال له: يا ولدي، إذا أعطيتني هذه البقرة فسوف أعطيك أشياء قيمة جدا في المقابل. شعر جاك بالسعادة البالغة لما يسمعه، فأخرج الرجل المسن 5 حبات فاصوليا من جيبه. حبوب فاصوليا؟ ولكنها حبوب مسحورة. بالطبع لم يصدقه جاك في البداية، ولكن الرجل المسن كان مصراً. اسمع أيها الشاب، أنت تبدو ولداً طيباً ومبشراً، خذ تلك الحبوب المسحورة ولن تندم على ذلك، صدقني. صدق جاك الرجل المسن وأعطاه بيضاء اللبن في مقابل الحبوب المسحورة. وركض جاك عائداً للمنزل وهو سعيد بتلك المقايضة. أمي، انظري على ما حصل. عندما رأت الأم جاك يركض نحوها متحمساً، فكرت أنه قد باع البقرة مقابل الكثير من المال. ولكن عندما أظهر جاك لها الحبوب المسحورة، كانت والدته غاضبة للغاية، وأخذت الحبوب وألقت بها في الحديقة وأعادت جاك إلى غرفته. أنت معاقب بالحبس في غرفتك، لن أسمح لك بالخروج، وليس لك عشاء لهذه الليلة. في الصباح نظر جاك خارج النافذة ولم يستطع تصديق عينيه، فمن خلال نافذة غرفته استطاع أن يرى ساقاً لنبات تنمو بسرعة شديدة. لم تكن تلك شجرة أو زهرة عملاقة، وإنما كانت ساق فاصوليا عملاقة. قفز جاك نحو ساق الفاصوليا العملاقة من خلال نافذة غرفته، وباستخدام الأوراق والعروش الملتوية كدرجات السلم بدأ في تسلق ساق الفاصوليا. بعد وهلة وجد نفسه في مكان غريب، حيث كان كل شيء أكبر من المعتاد. استطاع جاك رؤية طريقاً مليئاً بالأزهار ومنزل ضخم في نهايته. تقدم جاك نحو المنزل وطرق على الباب. فأجابته سيدة عملاقة. حسناً، لقد كنت على وشك أن أسألك إذا كان لديك شيء يصلح للأكل. نعم لدي، ولكن يجب عليك الرحيل قبل أن يعود زوجي، لأنه يحب مذاق الأطفال ويشرع في أكلهم. كان جاك بالطبع يشعر ببعض الخوف، ولكنه أيضاً كان جائع للغاية. وبمجرد أن جلس للطاولة لتناول قطع الطعام، وإذا به يسمع أحدهم يتحدث بالخارج بصوت عميق. في في فو فوز، أشم رائحة طفل بأنفي، نيء أو مطبوخ لا يهمني، فأي قدر منهم لا يكفيني. نادت المرأة على جاك. فلتختبئ في هذا الفرن الآن يا صغيري. اختبأ جاك في الفرن على الفور. دخل العملاق إلى المطبخ وبدأ يتشمم الأشياء من حوله. أنا أشم رائحة أطفال. عما تتحدث يا عزيزي؟ على الأحرى أنت تشم رائحة الطعام الذي أعطيته للقطط بالأمس. عندما انتهى من عشائه بدأ العملاق يحصي الذهب الذي يمتلكه. بعد
بعد وهلة قصيرة كان يشعر بالتعب بسبب إحصاء الذهب فراح في النعاس. فخرج جاك من الفرن وأخذ حقيبة من الذهب وألقى بالحقيبة مباشرة تحت ساق الفاصوليا المسحورة. ثم أخذ يهبط إلى الأسفل متمسكاً بساق الفاصوليا، فوجد حقيبة الذهب التي ألقاها وركض عائداً إلى المنزل. عندما رأت والدة جاك الذهب كانت سعيدة للغاية، ومنذ ذلك اليوم لم يعودوا مجدداً للفقر أو الجوع. ولكن بعد مرور بعض الشهور كان كل ما لديهم من ذهب قد نفد. لم يكن لدى جاك خياراً آخر سوى أنه قام بتسلق ساق الفاصوليا واتجه لمنزل العمالقة. كانت زوجة العملاق متشككة قليلاً بشأنه هذه المرة. عندما أتيت في المرة السابقة فقدنا حقيبة من الذهب. بالرغم من ذلك ظلت تشفق على الولد الصغير ودعته للدخول. بعد وهلة عاد العملاق إلى المنزل. في في فو فوز، أشم رائحة طفل بأنفي، نيء أو مطبوخ لا يهمني، فأي قدر منهم لا يكفيني. لم يكد جاك يسمع أغنية العملاق حتى قفز مرة أخرى داخل الفرن. بعد أن انتهى العملاق من تناول عشائه طلب العملاق من زوجته أن تحضر دجاجته. عندما أحضرت زوجته الدجاجة أمر العملاق الدجاجة بأن تبيض بيضة. تاركة جاك في دهشة شديدة قامت الدجاجة بوضع بيضة ذهبية. وعندما ذهب العملاق إلى غرفته ليستريح خرج جاك من الفرن وأخذ الدجاجة ثم أسرع هابطاً ساق الفاصوليا. بفضل البيض الذهبي عاد جاك وأمه أغنياء مجدداً. ولكن بعد مرور بعض الوقت قرر جاك أن يجرب حظه مجدداً وبدأ يتسلق ساق الفاصوليا المسحورة. هذه المرة دخل إلى المنزل دون أن تراه الزوجة واختبأ في قدر النحاسي. مر بعض الوقت ثم عاد العملاق للمنزل. في في فو فوز، أشم رائحة طفل بأنفي، نيء أو مطبوخ لا يهمني، فأي قدر منهم لا يكفيني. في هذه المرة قررت زوجة العملاق أنها تريد لجاك أن يتم الإمساك به. هل يوجد طفل هنا؟ إذا كان فإنه ولابد موجود في الفرن. بالطبع كان جاك مختبئا في مكان مختلف تلك المرة. كان العملاق وزوجته في تصميم على إيجاد الصبي، ولكن برغم بحثهم عنه في كل مكان في المنزل لم يستطيعوا إيجاده. بعد تناوله العشاء وضع العملاق قيثارة ذهبية على الطاولة ثم أصدر الأمر اعزفي. مع هويد القيثارة راح العملاق في سبات عميق. في هذه اللحظة عرف جاك أنه يريد هذه القيثارة أكثر من أي شيء آخر في العالم، وليقوم بذلك قام بتسلق ركبة العملاق النائم وقفز فوق الطاولة ثم نحو القيثارة. ولكن حدث شيئاً غير متوقع بالمرة. النجدة! النجدة! صرخت القيثارة. وقفز جاك هابطاً من فوق الطاولة حاملاً القيثارة على ظهره، فاستيقظ العملاق وبدأ يلاحقه. بدأ جاك ينزلق هابطاً ساق الفاصوليا بأسرع ما يمكنه، وتبعه العملاق. عندما وصل منزله نادى جاك على أمه. أمي! بسرعة! أعطيني فأساً! قام الاثنان بالبدء في قطع ساق الفاصوليا. ثم أخيراً سقطت ساق الفاصوليا ومعها طبعاً العملاق على الأرض محدثين ضوضاءً شديدة. لقد أصبحوا في أمان من العملاق. يا إلهي، نحن بأمان. كانوا في أمان تام.
ولكن جاك كان نادما على كل ما فعله. لقد أوشك على خسارة حياته بسبب جشعه. وعد جاك أمه أنه لن يقوم أبدا بالسرقة من أي أحد مرة أخرى، وأنه من الآن فصاعدا سوف يعمل باجتهاد شديد. ومنذ ذلك اليوم لم يعود جاك ولا أمه للفقر مجددا. نعم، كانت لديهم دجاجة تبيض ذهبا لمساعدتهم، ولكن جاك لم يتوقف عن العمل مجددا أبدا. في قديم الزمان، في أرض بعيدة في الشرق، كان يعيش أحد النجارين واسمه علي بابا، وكان يعيش حياة فقيرة هو وزوجته. كان علي بابا يذهب إلى الغابة بصحبة حماره لقطع الأخشاب حتى يبيع تلك الأخشاب في المدينة كي يكسب رزقه. وفي أحد الأيام ذهب إلى الغابة كي يقطع الأخشاب. فجأة أدرك مجموعة من راكب الخيول آتين نحوه، ولم يكن يبدو عليهم اللطف. لابد أنهم لصوص، يجب أن أختبئ حالا. خبأ علي بابا حماره خلف الشجيرات وقام بالصعود فوق أحد الأشجار. حينئذ أتى الرجال وتوقفوا مباشرة تحت الشجرة، فاستطاع علي بابا أن يحصي 40 منهم. قام الرجال بإنزال بعض الحقائب الثقيلة من فوق أحصنتهم، وأدرك علي بابا أن هؤلاء الرجال لصوص. وتوجه قائد اللصوص نحو صخرة ضخمة وبدأ بالصياح: افتح يا سمسم. فجأة حدث ما هو غير متوقع إطلاقا، فقد انزلقت الصخرة الضخمة لتفتح ما يشبه البوابة، ثم ظهر كهف وراءها. دخل اللصوص واحداً تلو الآخر يحملون الحقائب الثقيلة، وبعد أن دخل آخرهم انغلقت البوابة بشكل آلي. كان علي بابا يعجز عن النطق بسبب ما رآه، وبعد وهلة انفتحت الصخرة من جديد وخرج اللصوص. وفي النهاية خرج قائدهم، التفت إلى البوابة وقال: اغلق يا سمسم. انغلقت الصخرة فورا، وقفز اللصوص فوق أحصنتهم ثم انطلقوا راحلين. فنزل علي بابا من فوق قمة الشجرة وذهب مباشرة إلى الصخرة الضخمة، ثم صاح بالكلمات التي كان قد حافظها: افتح يا سمسم. انفتحت البوابة مصحوبة بإزعاج شديد، ودخل علي بابا مترددا. كان منبهرا بما رآه بالداخل. كان المكان مليء بالذهب، الفضة، الأقمشة الفاخرة، الجواهر وصناديق الكنوز. قام بالنظر حوله ثم قام بالتقاط ثلاث حقائب وخرج. التفت إلى الصخرة وكرر ما سمعه من قائد اللصوص: اغلق يا سمسم. ثم وضع كل الحقائب على ظهر حماره وتوجه إلى المنزل. عندما عاد للمنزل عرض الحقائب على زوجته ولم تكن تصدق عينيها. كانت تعتقد أن علي بابا قد سرقهم. وجدت كل ذلك الذهب؟ شرح علي بابا لها كل ما حدث، فجعلها ذلك سعيدة حقا، وبدأوا في تفريغ محتويات الحقائب. لنرى كم نملك من المال. لا، لنحفر حفرة وندفن فيها الذهب. لماذا لا تذهب للخارج لتحفر الحفرة بينما أذهب لأطلب من أخيك قاسم كوبا للوزن؟ كان قاسم شقيق علي بابا تاجراً ثرياً، ولكنه كان جشعاً للغاية. لم يكن يساعد علي بابا إطلاقاً، لذا فقد قام علي بابا بتحذير زوجته: لا تتفوهي بشيء إطلاقاً عن الذهب، لا يجب أن يعرف أحد بشأنه.
ذهبت زوجته إلى منزل قاسم وطلبت منه كوباً للوزن. وحيث كان قاسم يعلم أنهم فقراء للغاية، فقد سأل مباشرة: لماذا تحتاجين كوباً للوزن؟ أنتم ليس لديكم أي أموال. قامت الزوجة فوراً باختلاق كذبة. بالطبع لم يصدقها قاسم، لذا فقد قام سراً بوضع القليل من العسل في باطن الكوب، ثم أعطاه لزوجة علي بابا. وعندما عادت الزوجة للمنزل قام بوزن الذهب، وقام علي بابا بدفن الذهب الذي قام بإحصائه في الحفرة. وعندما اكتمل دفن الذهب كله، ذهبت الزوجة لتعيد كوب الوزن لقاسم، ولكنها لم تلحظ الذهب الذي التصق في باطن الكوب. عندما أخذ قاسم الكوب نظر مباشرة إلى باطنه، وعندما رأى الذهب كان مصدوماً. يا ترى أين وجد علي بابا هذا الذهب؟ لم يستطع قاسم النوم طوال الليل، وعندما حل الصباح قام وذهب مباشرة إلى منزل علي بابا، وكشف عن الذهب الذي وجده ملتصقاً بباطن الكوب. علي بابا، لقد كنت أعتقد أنك فقير، أين وجدت ذلك الذهب؟ أخبرني الآن. أخبره علي بابا بكل شيء حتى لا يخبر أحداً آخر بشأن الذهب. إذا لم تخبرني بمكان ذلك الكهف فسأخبر اللصوص بما فعلته. ولكن يا قاسم، كان علي بابا يعلم أن قاسم قد يفعل ما يقوله، لذا لم يملك علي بابا خياراً وذهب سوياً للكهف. إن الكهف خلف هذه الصخرة مباشرة، والآن لنرحل من هنا، فقد يأتي اللصوص في أي لحظة. عاد علي بابا وقاسم لمنزليهما، ولكن قاسم لم يزل يفكر في الكهف، فقام فوراً باصطحاب حمارين معه وعاد إلى الكهف. وعندما وصل أمام الكهف قام بتكرار الكلمات التي علمها من علي بابا: افتح يا سمسم. فجأة بدأت الصخرة الضخمة في التحرك، وانفتحت البوابة المؤدية للكهف. لم يصدق قاسم عينيه، وكان عاجزاً عن الكلام عما يراه، فقد أبهره تألق الذهب. في خفبة بدأ يملأ الحقائب التي أحضرها بأكبر كمية ممكنة من الذهب. وعندما امتلأت حقائبه عن آخرها عاد إلى البوابة، ولكنها كانت مغلقة. والأمر السيء كان أنه قد نسي الكلمات التي تؤدي إلى فتحها، لذا فقد بدأ يجرب كلمات عدة لعله يستطيع فتحها. افتح أيها الباب، افتحي أيتها الصخرة، افتح يا قمح. ومهما كان ما يقوله لم تكن البوابة لتنفتح له. بدأ يشعر بالذعر وبدأ يبحث عن بوابة أخرى، ولكنه لم يستطع العثور على واحدة. وبعد وهلة عاد اللصوص إلى كهفهم، وعندما رأوا حماري قاسم بدأوا يتشككوا وأشهروا سيوفهم. افتح يا سمسم. عندما انفتحت البوابة قبض اللصوص على قاسم مباشرة وقاموا بمعاقبته في حينها. إذن هذا هو اللص الذي كان يسرق ذهبنا. ثم لما حل الليل ولم يعد قاسم إلى المنزل، بدأت زوجته تشعر بالقلق، فركضت نحو منزل علي بابا تطلب مساعدته. شعر علي بابا أيضا بالخوف، لذا قام بالذهاب إلى الكهف ورأى الحمارين يقفان أمام البوابة. عندما علم أن أخاه كان بالداخل وقد تم قتله بواسطة اللصوص، فعاد إلى زوجته وأخبرها بكل شيء، وقد قرروا جميعاً ألا يخبروا أحداً بما حدث. بعد فترة بدأ علي بابا يعيش هو وزوجته في منزل قاسم، وبدأوا في تشغيل تجارته، بل وساعدوا في توسعتها لتصبح أكبر، فأصبحوا أكثر ثراءً. في ذلك الوقت لاحظ قائد اللصوص أن الذهب في الكهف يقل يوماً تلو الآخر، لذا فقد أمر أحد اللصوص بالمتابعة لأي أمر مشكوك فيه يحدث. اذهب إلى المدينة وابحث عن أي أحد قد أصبح ثرياً وينفق الكثير من الأموال مؤخراً. عندما كان اللص يتجول في السوق، رأى علي بابا يتسوق ومعه الذهب في يده،
قام باتباعه إلى منزله. عندما دخل علي بابا إلى منزله، قام اللص بوضع علامة على الباب. عند حلول الظلام خرجت زوجة قاسم لتضع بعض الماء للحيوانات، وبينما كانت تفعل ذلك رأت العلامات على الباب. أدركت الزوجة أن هذه العلامات لم تكن لغرض جيد، لذا فقد أحضرت دلوا من الطلاء وقامت بوضع علامة على أبواب كل المنازل في الجوار. وحل الصباح، فأتى الأربعون لصا ليبحثوا عن منزل علي بابا، ولكنهم عندما رأوا أن نفس العلامة موجودة على كل الأبواب لم يكن لديهم خيارا سوى العودة، ولكن قائدهم كان مصمما على إيجاده، فقام بالتنكر وبدأ يتجول في أنحاء السوق. وأخيرا وجد علي بابا وتبعه حتى منزله. قام بالطرق على بابه فأجابه علي بابا: لقد أتيت من طريق طويل، وقد أحضرت معي جرارا مملوءة بزيت الزيتون. لقد سمعت أنك أكثر التجار ثراء في المدينة، وقد ترغب في شرائهم. قام علي بابا بدعوة قائد اللصوص للعشاء معه في تلك الليلة، ظنا منه أنه تاجر مثله. فحمل قائد اللصوص الأربعين جرة المملوءة بزيت الزيتون إلى منزل علي بابا، وقد أمر علي بابا الخدم بتحضير مائدة فاخرة للعشاء. كان علي بابا يريد أن يستضيفه في منزله لتلك الليلة، وبالطبع وافق ضيفه على ذلك العرض. وبينما كان علي بابا واللص يتناولان العشاء على المائدة، قامت زوجة قاسم الحكيمة لترى جرار زيت الزيتون، وفجأة سمعت بعض الضوضاء. هل نخرج الآن؟ لا لا، لم يحن الوقت بعد. عندما رأت الزوجة أن الجرار لم يكن بها زيت الزيتون، وإنما كان اللصوص يرقدون بداخلها، فهمت أن ذلك كله لم يكن سوى فخ، فذهبت فورا إلى المطبخ وقامت بغلي بعض الزيت، ثم عادت وقامت بسكب الزيت المغلي داخل كل الجرار. وبالطبع بدأ اللصوص في الاحتراق بصمت. في الليل، وبينما كان الجميع نائما، ذهب قائد اللصوص يتفقد الجرار. يمكنكم الخروج الآن. عندما لم يجد ردا قام بالنداء مرة أخرى: هل أنتم نائمون؟ عندما نادى مرة أخرى ولم يجد أي رد، فتح إحدى الجرار وشعر بالرعب مما رآه، وفكر أنه قد يتم القبض عليه هو الآخر، فركض مسرعا ولم يعد إلى هناك أبدا. في الصباح أخبرت زوجة قاسم علي بابا بما حدث، ووقتها علم الجميع أنهم لا يحتاجوا للقلق بشأن اللصوص مرة أخرى، وبذلك عاش علي بابا وعائلته حياة مفعمة بالسعادة والثراء.